إن شاء الله عنوان محاضرة النهاردة هي Confirmation of Transformation. الأول قبل ما نبدأ المحاضرة دي اللي هي المحاضرة رقم 3 دكتورة رشا، تمام كده؟ طيب احنا ليه عملناها فيديو؟ قال لي علشان الدكتورة شرحت حوالي 5 فيديوهات في المحاضرة، فعشان ابقى بشرح لك وانت بتتخيل معايا، فهنعرض الفيديوهات واحنا بنشرح كده فهيكون اسهل ليك، تمام؟ قال لي ان انا دلوقتي عايزه، المره اللي فاتت كنا بنتكلم ان انا عندي دي ان اي ونقلته لخلايا النبات، بس انا دلوقتي وكونت ترانسجينيك بلانت، تمام كده؟ انا عايزه اتاكد بقى ان النبات اللي قدامي ده هو ترانسجينيك، يعني اتنقل اوريدي للدي ان اي. ده بيتم عن طريق ازاي؟ ان انا باخد الدي ان اي دوت وابتدي اشتغل على الدي ان اي واتاكد ان التارجت جين موجود فيه ولا لا، تمام؟ طيب عشان اشتغل على الدي ان اي لازم اطلع الدي ان اي من النبات، فبالتالي لازم يبقى عارف ازاي اعمل الدي ان اي اكستراكشن، تمام؟ قال لي بتعمل ازاي؟ قال لي ان انا بعمل اكستراكشن للدي ان اي من اي مكان بقى، سواء هو كان نيوكلير او ميتوكوندريا او اي حاجه، المهم انا بعمل له اكستراكشن ده. فلازم عشان اعمل كونفورميشن، فعمليه الاكستراكشن دي هي اول ستيب في عمليه الايه؟ الكونفورميشن دي. طيب انا باخد النبات بتاعي، والله قال لي ممكن يبقى فريش، يعني بتاخدي بتقطعي الورقه مثلا وليكن على طول، او ممكن لايوفلايزت، ودوت على عن طريق ايه؟ ان انت اساسا عندك النبات، يعني مكان تواجد النبات هو مكان بعيد عن المعمل، فبتضطر ان انت تعمل له فريزنج شويه عشان تحتفظ بيه عن طريق ليكويد نيتروجين، عن طريق ان انت تحتفظ بيه شويه لحد ما توصل للايه، لحد ما تروح المعمل بعد كام يوم وتعملها. طيب افرض لو المعمل بعيد قوي ممكن تروح مثلا بعد شهر ولا حاجه، لا ده انت تبتدي تعمله بريسيرفيشن، يعني تحط له ماده كيميكال تحافظ عليه زي الجليسرول او ايه، ايثانول او مواد تانية كده، تمام؟ لا زي الجليسرول بس، تمام كده؟ قال لي يعني انا دلوقتي حاله النبات اللي انا هاخده اما يبقى فريش، ودي افضل حاجه وتدينا جود كواليتي للدي ان اي، او ممكن اعمله لايوفلايزد، او ممكن اعمل له ايه بريسيرفيشن، تمام؟ بعد كده بيقول لي ان انت عندك زي ار ميني بروتوكولز، عندك بروتوكولز كتيره عشان تشيل الدي ان اي دوت. قال لك بس ده بيختلف بقى، ان انت ايه ممكن تطلع كواليتي وكوانتيتي مختلفه، يعني انت ممكن عندك بروتوكول يديك كواليتي رديئه بس في نفس الوقت عندك كوانتيتي عاليه جدا، تمام؟ او ممكن كوانتيتي قليله جدا بس الكواليتي بتاعتها كويس، فانت على حسب يعني انت عايز ايه تبتدي ايه، انت اللي تختار. انت عايز مثلا حاجه تبقى تراديشنال تديك كوانتيتي عاليه بس كواليتي قليله، ولا عايز حاجه تبقى جديده تديك كواليتي عاليه بس ممكن الكوانتيتي ما تبقاش قد كده، تمام كده؟ قال لي طيب انا بعمل بقى ايه الدي ان اي اكستراكشن دوت، بعمله ازاي؟ قال لي ذا موست كومنلي يوزد دي ان اي اكستراكشن بروتوكول. اول حاجه بتتم في عمليه الدي ان اي اكستراكشن، بص هو احنا قبل ما نقرا الكلام انت هتبقى عارف كده في دماغك ايه الخطوات. قال لك ان خليه النبات بتختلف عن خليه الايه الحيوان. قال لك في ايه خليه النبات بتختلف عن الحيوان؟ قال لك الحيوان ده من سنه اولى ابتدائي كنا نقول ان خليه الحيوان لا تحتوي على سيل وول، انما خليه النبات كانت بتحتوي على سيل وول. كمان النبات بيختلف فيه ان هو بيبقى فيه سيكندري ميتابولايت، بيبقى فيه كربوهيدرات، بيبقى فيه حاجات تانية بتؤدي الى ان الدي ان اي ما يبقاش بيور. فقال لي لما كنت بفصل الدي ان اي من خليه حيوانيه كنت بحط بجيب بفر واحطها على الخليه، تقوم هي عامله تقوم مدوبه الليبت اللي هي موجوده في السيل ميمبرين، ومدوبه الليبت الموجوده في النيوكلير ميمبرين، وتطلع وتقوم مطلعه الدي ان اي على طول. انما كنبات هيبقى مختلف شويه. قال لي مختلف في ايه؟ قال لك ان هو بيحتوي على سيل وول، لو حطيت البفر دي ما بتقدرش تكسر السليلوز. طيب هعمل ايه يا سيدي؟ قال لك والله ده انت هتعمل خطوه الاول ان هي ايه تكسر لي السليلوز. خلاص عملتها ازاي؟ عن طريق ان انت بتطحن النبات بتاعك، فعمليه الجرايندنج ان انت تقعد تطحنه كده دوت بيكسر السليلوز. خلاص خلصنا من اول مشكله. تاني مشكله قال لي ان انا بيبقى عندي مواد تانية زي البولي ساكرايد، زي الكربوهيدرات، البروتين، الار ان ايه، زي مثلا عندي اللي هو السكندري ميتابولايت والكلام ده كله. قال لي ده كله ممكن يعمل انترفيرنس او يعمل يبقى امبيوريتي مع الدي ان اي. طيب انا هتصرف ازاي في الموضوع ده؟ قال لك سهله. قال لك ازاي؟
قال لك عن طريق ان انت وانت بتضيف البفر نضيف عليها مواد تانية تكسر كل المواد اللي انت قلتها عليها دي. تمام، يبقى تاني اول خطوة عملت جرايندنج كسرت السيل وول، تاني خطوة حطيت البفر وحطيت معها مواد تانية تكسر لي المواد اللي عندي دي، تالت خطوة بقى قال لك هتبتدي ترسب الدي ان ايه، وده عن طريق ان انت بتحط له ايزو اللي هو ايس كولد ايزو ايثانول، تمام، ايزو بروبانول، يبقى ايس كولد ايزو بروبانول، وده بيقوم مرصب الدي ان اي. بعد كده هتعمل له بيوريفيكيشن بالايثانول برضو هيبقى ايس كولد ايثانول، تمام كده. ليه ايس كولد؟ قال لك لان هو لو ممكن هوت الكحول ممكن يؤدي الى ايه، ان هو يدوب الدي ان اي، تمام كده. خلاص انت عملت ايه؟ يبقى انت اول حاجه عملت جرايندنج، تاني حاجه عملت حطيت البفر وحطيت المواد الاضافيه اللي هتكسر لي المواد التانية، بعدين رحت عملت ايه بعديها، بعدين رحت عملت اللي هي بفر وبعدين رحت عملت حطيت الايزوبروبانول عشان تبتدي ترسب. بعد كده هتعمل ايه؟ بيورفيكيشن عن طريق الايثانول، تمام. بعد كده في الاخر هتعمل ووش بالستيرايل ووتر، هيقوم مدوبه من جواه، يعني خليه دي سولف كده في محلول تستخدمه في اي حاجه انت عايز، تمام. يبقى انا عندي اول خطوه ايه اللي هنعمل، بيقول لك عندي البريكنج وده ثرو ايه جرايندنج اور دايجستنج اواي السيل وول، يبقى انا ببتدي اكسر السيل وول، تمام. بعد كده ببتدي اكسر ايه الممبرينز الثانيه عشان اوصل للايه للسيلولار كونستيتيونت، تمام كده. قال لي ان انا بعمل ريموفال للممبرين ليبيدز اللي هي موجوده سواء السيل ممبرين او النيوكلير ممبرين عن طريق اللي هو الديترجنت اللي هي حاجات زي الصابون كده، دي البفر اللي احنا بنقول عليه اللي هي عباره عن ايه. قال لي هي عندي ثلاث انواع، اما اس دي اس اللي هي صوديوم دوكتايل سلفيت، او عندي سي تي اي بي اللي هو سيتايل تراي ميثايل امونيوم بروميد، او ميكسد الكالاي من تراي ميسونيوم ميسامونيوم بروميد، تمام، اللي هو الام تي اي بي، تمام كده. يبقى انا بستخدم البفر عشان ادوب الليبيدز الموجوده في السيل ممبرين او النيوكلير ايه ممبرين، تمام. بعد كده عندي بقى اللي هو ايه اللي هو الدي ان ايه اللي طلع دوت، ببتدي اعمل له بروتكشن. بروتكشن من ايه؟ من الحاجات التانية اللي هي زي عندي النيوكلييسز. قال لي ان ايه هي النيوكلييسز دي؟ دي عبارة عن انزيمز الجسم يعني مش الجسم بقى، يبقى عندي دي عبارة عن انزيمز الخلية بتطلعها بتكسر الدي ان ايه، تمام. فانا عايز احمي الدي ان ايه من النيوكلييسز دي، قال لي عن طريق ان انا احط اديتا. اديتا دي عباره عن كليتنج ايجنت، هتعمل كليت الكليشن لمين؟ قال لك للمغنيسيوم. طب ايه علاقه المغنيسيوم بالنيوكلييسز؟ قال لي المغنيسيوم ده عباره عن كوانزيم مهم جدا او كوفاكتور مهم جدا بيدخل ايه يعني بيساعد النيوكلييسز ان هي تشتغل بدور، تمام. قال لي كمان ان انا عايزة عندي لارج اماونت من الار ان ايه والبروتين والبوليساكرايد، هعمل ايه؟ قال لك بالنسبة للبروتين هعمل له حاجتين، هدي له بروتين ديجريجيتنج ايجنت اللي هو البروتينيسيس بتعمل ديناتوريشن للبروتين وده عند درجة حرارة 65، تمام. طيب ايه السكندري ميتابولايت الباقيه دي اللي عندي؟ ببتدي اعمل لها بريسيبتيشن عن طريق الايه الكلوروفورم. قال لي الكلوروفورم ده هيفصل المحلول بتاعي الحاجتين ايه هي، اللي هي الحاجات اللي هي هتدوب في الكلوروفورم اللي هي عباره عن ليبيدز بروتينز والحاجات اللي هي كلها اللي انا كسرتها دي هتروح في الكلوروفورم، يتبقى الدي ان ايه هو اللي ايه في الاكواس فيس فوق، تمام كده. عندي طب الار ان ايه عايزه اكسره، قال لي برضو عن طريق الار ان ايه ديجريجيتنج انزيم اللي هو الار ان ايه، تمام كده. قال لي كمان ان انا بضيف اللي هو الصوديوم كلورايد او الصوديوم هيدروكسيد اللي هي الالكالاي. طب ده بعملها ليه؟ قال لي عشان برضو اتخلص من البوليساكرايد ان انا بعملها بريسيبتيشن. يبقى في نهايه اللي هو اللي انا ضفت البفر ومعها الحاجات دي كلها هتؤدي الى ان كل الحاجات دي هتقعد فين؟ في الكلوروفورم. انا هعمل سنترفيوجيشن عشان اتاكد ان كل الحاجات دي راحت في الكلوروفورم، ويبقى اتبقى دي لوحدها في طبقه ويتبقى عندي في السوبر نيتانت هيتبقى عندي الدي ان ايه. يبقى انا هعمل ايه سنترفيوجيشن عشان اعمل سيباريشن الى ايه انتو تو لير، تمام. انا دلوقتي هاخد الاكواس لير او ههتم بالاكواس لير واسيب الايه طبعا اللير بتاعت الايه
التانية، تمام؟ قال لي الدي ان ايه هيفضل فين في الاكواس لاير، بعد كده هنقله لتيوب تانية، تمام؟ وابتدي اعمله بريسبتيشن ازاي؟ قال لي عن طريق اللي هو الايزوبروبانول، بس لازم يبقى نكتب عليها كده ايس كولد ايزوبروبانول، تمام كده، او عن طريق الايثانول. بس الدكتوره قالت ان الايس كولد اللي هو الايزوبروبانول افضل من الايس كولد ايثانول. قالت ليه؟ قالت لانه دوت بيكون اللزوجه بتاعته عاليه شويه، فاحتماليه ان هو يمتزج مع الميه بيكون قليله شويه، فبيبتدي يرسب كل الدي ان اي اللي موجود في الايه في الاكواس لير، تمام. بعد كده لما بستخدم الايزوبروبانول، الدكتوره زودت خطوه هنا في الكلام، قالت ان انا كمان بعديها بقى بقوم مستخدمه ايس كولد ايثانول، وده عشان اعمل بيورفيكيشن، يعني انا بستخدمه 3 مرات، مره احطه على السوليوشن هيبتدي يرسب الدي ان اي على جدار الانبوبه من تحت، وابتدي اعمل له ديكانتيشن واعمل له تاني ديكانتيشن، يعني انا اصبه مثلا في الحوض واحط تاني ايثانول واعمل ديكانتيشن واصب تاني ايثانول واعمل ديكانتيشن، خلاص. ليه بعمل كل شويه كده؟ قال لي عشان اتاكد من البيورفيكيشن ان هو الدي ان اي خلاص بقى ايه بيور، تمام. بعد كده خلاص انا رصدت الدي ان اي وتاكدت ان هو بيور، ابتديت بقى ايه ادوبه في السيرايل ووتر او في بافر، اهم حاجه ان هي تبقى فري فروم البيروجين، تمام، وتبقى ايه ما فيهاش اي كونتامينيشن او كده، يعني تبقى ميه كويسه اللي هي ستيرايل ايه ستيرايل ووتر، تمام كده. دلوقتي انا بقى عندي الدي ان ايه موجود في تيست تيوب في محلول كده، تمام. ابتدي استخدم الدي ان ايه دوت على ان انا ايه اعمل له جيل الكتروفوريسيس او اعمل له سبكتروسكوبي. قال لي جيل الكتروفوريسيس ده بتظهر عليه على هيئه باندس، الدي ان ايه بيظهر على هيئه باند، والله لو الدي ان ايه بتاعته الكواليتي بتاعته كويسه هيبقى عندي باند وبتبقى لونها برايت، لو مش كويسة هنبتدي نعرف شكلها تبقى ازاي. قال لي سبكتروسكوبي، وده بيعرف برضو ممكن يعرف الكونسنتريشن بتاع الدي ان اي عن طريق اللي هي كاليبريشن كيرف اللي كلنا عارفينها، ان انا بعمل ان انا اصلا السبكترو فوتوميتر ده بيديني ابسوربشن، ببتدي اعمل كاليبريشن كيرف العلاقه بين الابسوربشن والتركيز، هيبتدي يديني ايه التركيز اللي ايه، تمام. بيقول لي ان انا عندي الاجاروس جيل دوت كويس ليه؟ قال لي يشوف لو الدي ان ايه هو اتكسر معايا ولا ما اتكسرش، تمام. هنعرف دلوقتي ليه. قال لي لان هو لو اتكسر هيظهر على هيئه البندس عباره عن كذا بند ورا بعضها او فراجمنتد، تمام. في الحاله دي هقول ان هو اتكسر، والله لو هو جود كواليتي هيبقى عباره عن وان برايت باند، تمام كده. قال لي السبكتروفوتومتري اني انا بعرف ايه، بشوف الانتنسيتي اوف الابسوربشن، وده بيبقى عند طول موجي محدد اللي هو 260 نانومتر، تمام كده. قال لي ده على الويف لينث بتاعي، وده انديكيت البريزنس اوف البروتين كونتامينيشن، يعني لو انا عندي الابسوربشن اختلف، انا المفروض ببقى عارفه الابسوربشن بتاع التارجت دي بتاع الدي ان اي بتاعي، والله لو اختلف هيعمل ديتكشن لايه لو في كونتامينيشن من البروتين ولا هيك، تمام كده. قال لي طيب ايه الصور اللي قدامي ده؟ قال لك والله وانت قلت اول خطوه بنعملها هي الجرايندنج، او ان انا بعمل دايجيشن، او ان انا بكسر الخلايا بتاع النبات بتاعتي، تمام. قال لي انت ممكن لو هي الكميه كبيره قوي تعملها في الميكسر اللي هو الخلاط بتاع البيت العادي ده، تمام. والله لو الكميه معقوله ده بنستخدم فيها المورتر والبيستل اللي هي العصايه دي علشان خاطر ايه يبتدي يكسر. والله قال لي لو الكميه قليله بقى في الحاله دي انا بستخدم حاجه اسمها بروب. ايه بروب ده؟ قال لي ان هي حاجه مثلث كده زي ما احنا شايفينها اهيت. قال لي المثلث دوت بتبتدي تحطه في اللي هو التست تيوب او الابندورف تيوب. قال لي ان انت لما بتحط المثلث كده بيبتدي ودنيك بقى انت كل شويه تحرك كده جوه التست تيوب لحد ما تطحن كل الايه اللي في التست تيوب، تمام كده. يبقى دي اشكال للجرايندنج. هنلاقي دلوقتي عندنا اللي هو الجدول دوت، انت ممكن بس تفكك من الكلام اللي انا قلته ده كله، او انت تقراه قراءه بسرعه وتحفظ بقى، او ده بيلخص لك كل اللي فيه. بيقول لك ايه البروسيدور بتاعتي؟ اول حاجه قلنا الجرايندنج او عمليه الدايجستنج للسيل وول، هدفها ايه؟ ان انا اكسر السيل وول، تمام. ليه؟ قال لي ان انا هنا بعمل ريليز السيلولار كونستيتوينت، يعني انا بعرض مكونات الخليه اللي جوه للميديا بتاعتي، تمام، بعمل لها ريليز، وده بستخدم فيها مورتر او ميكسر لو الكميه ايه لارج، انما هستخدم ايبندورف وبروب لو الكميه قليله،
تمام كده. قال لي تاني حاجة بستخدم البفر اللي هما الديترجنت اللي عندي اللي هما ال SDS وال CTAP وال MTAP، بستخدم اي حاجة من التلاتة دول تمام، ليه؟ عشان يعمل ريموف للممبرين ليبل، سواء هو كان ايه سيلولار ممبرين اللي هو سيل ممبرين او النيوكلر ممبرين تمام. طيب هل انت محدد لي حاجة؟ قال لي اه، لو انت هتعمل بروتين ايزوليشن يفضل تستخدم ال SDS تمام. طيب لو انت هتعمل دي ان اي ايزوليشن يفضل تستخدم السي تي اي بي تمام كده. المعلومه دي مهمه جدا تمام. الايديتا بقى قال لي الايديتا دي عباره عن كليتنج ايجنت، بضيفها ليه؟ قال لي عشان خاطر احمي الدي ان اي بتاعي من الاندوجينس نيوكليتيز. قال لي ازاي؟ بيعمل كليشن للمغنيسيوم اللي هو اصلا نيسيسري ككو فاكتور فور النيوكليتيز تمام. قال لي بضيف البروتينيزز عشان اتخلص من البروتين، بضيف الار ان ايزز عشان اتخلص من الار ان اي تمام، بضيف الصوديوم كلورايد او صوديوم هيدروكسيد عشان ارسب اللي هو البوليساكرايد وابتدي اتخلص منه تمام. قال لي الكلوروفورم اللي بضيفه، قال لي عشان ابتدي افصل بقى الطبقتين، طبقه فيها الدي ان اي بتبقى في الاكواس، وبقيه الحاجات التانيه اللي انا كسرتها دي هتبقى في طبقه الكلوروفورم، عشان اعمل بعد كده سنتريفيوجيشن وافصل الحاجات دي عن بعضها عشان الدي ان اي يبقى في السوبر نيتن تمام. ببتدي الخطوه اللي بعديها بقى بضيف ايس اللي هو كولد ايس كولد اللي هو 100% ايزوبروبانول، بعد كده بضيف ايثانول تمام. قلنا ليه اول خطوه اللي هي الايس كولد ايزوبروبانول؟ قلنا عشان اعمل بيرسبتيشن للدي ان اي. خلي بالك لان فكره ان انت تستخدم ايثانول بعد الايزوبروبانول مش موجوده في الانجليش الدكتوره، يعني حتى هو مش موجوده في كتابه العادات اشوف، بس هي الدكتوره قالتها كلاما كده وهي بتشرح ان انت بتضيف بعديها ايثانول لمده 3 مرات عشان تتاكد من البيورفيكيشن تمام. يبقى انت تاخد بالك دلوقتي ان انت عندك خطوه بتزود فيها الايزوبروبانول عشان تعمل بيرسبتيشن، بعد كده بتضيف الايثانول عشان تعمل بيورفيكيشن. ممكن الدكتوره تسال ليه الايزوبروبانول احسن من الايثانول تمام. هنقول الايزوبروبانول افضل لان اللزوجه الفيلوستي بتاعته عاليه، لو الفيسكوستي بتاعته اعلى من الميه فبيبتدي يتفصل خالص عن الميه تمام، ويرسب الايه كل الدي ان اي اللي موجود في الاكواس لاير تمام. بستخدم اجاروس جيل وبعمل له الكتروفولي، يبقى انا خلاص بعد ما اخلص الدي ان اي دوت ببتدي اعمله. ممكن نحط خطوه اللي هي الاستيرايل ووتر عشان لو انت مش هترجع ورا بقى فخلاص تحفظ دي، بضيف الاستيرايل ووتر عشان اعمل ديسولف للايه للدي ان اي بتاعي، بعد كده اعمل الكتروفوريسيس علشان اعمل ميجر الدي ان اي بتاعي، او سبكتروفوتوميتر عشان اشوف الكونسنتريشن، وده بيتم عند 260 نانومتر تمام كده الويف لينس بتاعه. طيب النهايه بتاعتي قال لي ان انا عندي اللي هو النتيجه بتاعتي ممكن تظهر على هيئه ما يظهرش اي باند، في الحاله دي هقول نو دي ان اي موجود او نو اكستراكتد دي ان اي. تاني حاجه ممكن يظهر بس از تشيرد، هنشوف التشيرد دي قال لي او فراجمنتد يعني هي متكسره ظاهر على هيئه اكتر من باندس ورا بعض، قال لي في الحاله دي هيكون ايه؟ قال لي ان في الحاله دي بروكن. حتى لو من شويه لو تفتكروا لما قلنا ان انا اقدر اعمل ديتكشن لاي ايه لاي بروكن او ديستراكشن في الدي ان اي عن طريق ان انا عندي ايه الدي ان اي عباره عن ايه كذا باند ورا بعض تمام. قال لي الدي ان اي ممكن هو الافضل ليه يبقى عباره عن وايت ثين ثريد يعني خيوط بيضة كده وايه وايت ورفيع تمام، ده الايديال بتاعه، او بقول عليه برايت ايه وان باند تمام، وان برايت باند. قال لي ده يبقى جود كواليتي. طب افرض لو هي وان باند بس لونها براونش شويه او لونها مصفر شويه، قال لي في الحاله دي بقول ان هو بور كواليتي، حصل له ايه اوكسيديشن او كونتامينيشن، المهم ان هو حصل اوكسيديشن فادى ان العمليه دي الى ان هو الدي ان اي بتاعي بقى ايه مش كويس، العمليه دي بوظت الدي ان اي تمام. ده شكل الباندز بتاعتي. قال لي ان انا عندي هنا دي فراجمنتد تمام، دي فراجمنتد فبقول ان الدي ان اي اتكسر، دي تشيرد فبقول ان الدي ان اي اتكسر، ديت وان برايد باندس تمام. خلي بالك ان انا بتكلم كده ما تقوليش دي باندس كتير، لا انا بتكلم بالطول، انا حطيت العينه الاولى هنا ادتنا وان برايد باند، العينه الثانيه وان برايد باند، العينه رقم 7 تشيرد، العينه رقم 8 تشيرد تمام. فلما يقول لي وان برايد باند دي كده كويسه وايه وهي الايديال او الهاي كواليتي تمام كده.
قال لي يبقى انا كده خلصت الاكستراكشن اوف الدي ان اي. لو انت بقى عايز تبقى ملخص على نفسك، ممكن تذاكر اللي انا لسه قايل عليه ده، هوت اللي هو الاوتكمز بتاعتي، لو في كذا هيبقى كذا، لو في كذا يبقى كذا، وممكن تذاكر الجدول، وممكن تفكك من اول ايه من اول صفحة. بس لو عايز تذاكرها هي نفس الكلام بس متلخص في الجدول يعني، تمام. بعد كده بقى هندخل في الـ Conformation of Transformation. احنا قلنا هو ده عنوان اصلا محاضرة النهاردة، ازاي اتأكد ان النبات ده بقى Transgenic Plant. هاخد الـ DNA وابتدي اتأكد هل الـ Target DNA اللي انا حطاه موجود ولا لا، عن طريق ان انا عارفة الـ Sequence بتاعي. قال لي عندي طرق كتيرة، بس قبل ما ندخل للطرق والكلام ده كله، تعالى ما نشوف اتنين فيديو مهمين، يعني هما يعتبروا مش موجودين في شرح الانجليش ولسه احنا ما شرحن مش شرحناهم، بس الدكتورة شرحتهم على هيئة فيديوز برضو، تمام. تعالوا نشوف الفيديوز. اول حاجة ان انا بحضر الجل، تمام. احنا ممكن اول يعني قبل ما الفيديو يشتغل هو تحضير الجل. يلا بس تعالوا نشغلها بالفيديو. تحضير الجل ان انا عندي حاجة كده هو زي المنظر اللي قدامي ده، دي اسمها تري، تمام. التري دوت بيبقى مفتوحة من الناحية دي اهي ومفتوحة من الناحية دي، تمام. فهو هيجيب البلاستر، التري ده انا بصب فيه الجل اللي هو بيبقى سخن بيبقى ايه ليكويد. فهو جاب البلاستر راح ملزق من الناحية دي وهيلزق من الناحية التانية، علشان خاطر ايه، لو انا ضفت الجل وهو ساخن، هو المفروض الجل يبقى سايل وهو ساخن، فانا انا ضفته كده هيخرج من الناحية دي ومن الناحية التانية، فانا بحط له ببلاستر عشان ايه، امنع ان الجل يقع مني، تمام. ابتدى يحط ببلاستر الناحية دي ومن الناحية التانية. يبقى هو جاب التري دوت وراح اعمل له البلاستر من الناحيتين، تمام. بعدين هيبتدي يحط الحاجة التانية اللي هي اسمها الايه، الكومب، اللي هو حاجة زي المشط كده اسمها الكومب، تمام. هيبتدي يحط الكومب دي على ناحية واحدة، ابتدى هو يحطها على ناحية واحدة من التري، تمام. ويبتدي يحط الجل وهو سخن هنا. طب ايه فكرة الكومب دي؟ قال لي الكومب دي لما الجل يتحط ويجمد، تمام، ويكون جيل، هيبقى هنا اماكن كده فاضية مكان الكومب اسمها الويلز. انا هاخد بالي من الويلز، بالي منها بقى. هو دلوقتي حط الجيل والمفروض ان هو هيسيب الجيل ده هو فين، في التلاجة عند درجة حرارة 4 درجة سيليزيوس، عشان خاطر ايه، الجيل ده يتجمد، تمام، يتجمد، فيعني يحصل له سوليديفيكيشن، تمام. خلاص هو اتجمد، بس خلي بالك ما تعملوش فريزنج عشان الايه، الجل هيبوظ. دلوقتي بقى ابتدى بالراحه خالص، ابتدى يشيل الكومب اهو، يتبقى مكانه فيه ايه، ويلز هنا اهي، تمام كده. خلاص فيه ويلز هنا، هيبتدي يعمل ايه، يبتدي خلاص الجل فك وكده يعني جمد وكده، ابتدى يشيل البلاستر ويشيل الجل اهو. يبقى الجل عندي جاهز. ابتدي بقى عند مكان الويلز دي احط العينات بتاعه الدي ان ايه بتاعتي، بس العينات مش هتبقى في الفيديو ده، هتبقى في الفيديو التاني. يبقى كده خلاص الايه، هو جاهز، اللي هو الايه، جهز الجل. تاني فيديو بقى هيشوف الالكتروفوريسيس بتتم ازاي. مش انا كنت بقول دلوقتي ان انا باخد عينة الدي ان ايه وبعمله الكتروفوريسيس اهو. قال لي ان انا ان هي عبارة دي عن عبارة عن مايكرو بايبيت، تمام. بيبقى في نهايتها كده حاجات اسمها تيبس. قال لي طيب الجهاز اهو بتاع اللي هو دوت الالكتروفوريسيس عباره عن قطب موجب، قطب سالب وقطب موجب، تمام كده. انا لو عايز احط الدي ان اي هحطه. لاحظ المهم المعلومه دي جدا، وانت بتعمل الكتروفوريسيس هتحط الدي ان اي ناحيه فين؟ قال لي طبعا ناحيه السالب، علشان لما اجي اشغل الكهرباء يبتدي الدي ان اي يتحرك، يحصل له اتراكشن ناحيه القطب الموجب فيمشي في الاتجاه ده، تمام كده. طيب هلاقي اصلا الالكتروفوريسيس ده عبارة عن ايه، قطب هنا وقطب هنا، وابتدي هنا ده مكان احط فيه الجل اللي انا لسه مجهزاه من شوية، تمام. وابتدي هنا مكان حوض كده وهنا حوض. طب وظيفة الحوض ايه؟ قالك ما انت ما تيجي تمشي الكهرباء مش هتمشي في الهواء، فلازم تضيف بافر. ليه بضيف بافر؟ قال لي بضيف بافر عشان الكهرباء تمشي ناحيه، فالبافر ده لازم يبقى ماشي يعني ايه، توصل اعلى كده شوية من الجل اهي، تمام. خلاص صبيت البفر، هيبتدي بقى ايه، اهو دي عينات الدي ان ايه بتاعتي اهو. هي اصلا هنلاقي دلوقتي ان هو عاملها لون ازرق. بصي اول حاجه ده المايكروبايبت، الدكتوره اضافت ملحوظه كده ان انت وانت بتسحب بتعملها على الليفل 1
انت كده بتسحب اهو، هتسحب من من اللي هو البتاع اهو، العينة بتاعتك، هتسحب على الليفل 1 عشان يسحب لك المقدار اللي انت عايزه. تمام، دلوقتي بقى هيحطه في الويلز اللي هي موجودة اهي. تمام، بص الويلز هنا اهي، فقال لك ان انت عشان تحطه كده بقى، وانت بتحط بتعمله على اللي هو ليفل 2، بتظبط البتاع على ليفل 2. بس خلي بالك الدي ان ايه مش لونه ازرق كده، بس احنا ضايفين صبغة ليها وظيفتين، ان انا وانا يعني الدي ان ايه هو بيتحرك مش هشوفه، فالصبغة دي بتقول لي على مكان الدي ان ايه. تمام، تاني حاجة هو بيحط الصبغة، حتى شوف حصل لها ديفيوشن شوية. تمام، بس لا يعني وجود الصبغة ده بيخلي الفيسكوستي عالية، فما يحصلهاش ديفيوشن قوي. تمام كده، دلوقتي بقى هيبتدي يقفل الجهاز، يحط الاسود عند الاسود والاصفر عند والاحمر عند الاحمر. خلي بالك ما تحطش الاحمر والاسود ما تبدلهمش مع بعض، عشان ايه؟ هتبوظ كده، هتخلي بدل النيجاتيف بوزيتيف وبدل البوزيتيف نيجاتيف، والدي ان مش هيتحرك. هيبتدي يظبط الفولت بقى، انت لو عايز بسرعه هتظبط الفولت عالي، بس الكواليتي مش هتبقى قد كده. لو انت عايز بالراحه، لو انت عملت يعني ببطء هياخد وقت شويه، بس ايه عملت الفولت قليل هياخد وقت، بس ايه هيدينا كواليتي احسن. تمام، خلاص كده ايه ظبطنا الدنيا، الكهرباء هتبتدي تتحرك اهي من القطب، وهنلاقي الدي ان هيمشي من ناحية السالب هيروح للموجب اهو. الازرق اهو ده بيعبر عن اللي هو العينات بتاعتي، مع اهو مع الكهرباء هتبتدي تمشي اهي، الازرق عمال يمشي اهو. تمام كده، خلاص الدي ان عمال يتحرك اهو خلاص. تمام، بعد كده بقى هيبتدي يعمل ايه؟ استدل على اللون الازرق ده لما يوصل للقطب التاني، وابتدي ايه خلاص افصل الكهرباء. ده كده الايه الالكتروفوريز. تعالوا بقى ما نشوف الطرق اللي هي بتاعت اللي هو الكونفورميشن اوف ترانسفورميشن. عندي 3 طرق، ايه هي الطرق بتاعت الكونفورميشن ده؟ قال لي والله انا ممكن افصل الدي ان ايه بتاعي واحطه على اللي هو اعمله في البي سي ار، وكلنا عندنا يعني ايه حبه معلومات عنها شويه او خلفيه عنها، وهنشرحها برضو دلوقتي، او عن طريق ان انا اعمل له ساذرن بلوت هايبريدايزيشن، او عن طريق الويسترن بلوت. تمام، في معلومه اعرفها ايه هي؟ قال لي ان انا عندي الساذرن بلوت ده بيستخدم لو انا عايزه افصل دي ان اي، انما الويسترن بلوت بيشوف لو يعني ايه بيعمل ديتكشن للبروتين. تمام، فعندي معلومه بتقول لي ان انا عندي الساذرن بلوت ده هو بيعمل ايه، بيعمل ديتكشن لوجود الجين. تمام، انما الويسترن بلوت بيتاكد من وجود اكسبريشن للجين. يعني ايه اكسبريشن للجين؟ يعني هو اصلا بيشوف البروتين، فلو حصل اكسبريشن للجين اكيد هيلاقي بروتين. تمام، احيانا يدي بوزيتيف مع السذرن بس نيجاتيف مع الويسترن، في الحاله دي هقول ان الجين موجود ولكنه لا يحصل له يعني غير قادر على الاكسبريشن. تمام كده، تمام. تعالوا بقى ما نشوف، عندي المعلومه الثانيه ان انا عندي نوعين من الجل، والله عندي الاجاروز والبولي اكريلاميد جل. تمام، قال لي الاجاروز دوت بيكون سك شويه تخين شويه، بس ده بيستخدم في حاله لو انا هعمل اكستراكشن للدي ان اي، انما عندي البولي اكريلاميد ده بيبقى سن شويه، بيبقى رفيع وبيستخدم في حاله البروتين اكستراكشن. تمام كده، يبقى انا عندي دلوقتي اخدت ايه تاني؟ يبقى انا اخدت كم اختلاف؟ ان انا عندي الساذرن للدي ان اي، الويسترن للبروتين، الاجاروز للدي ان اي، البولي اكريلاميد للبروتين، الديترجنت السي تي اي بي اللي احنا اخدناه في الاول خالص في الجدول، قلنا سي تي اي بي في حاله الدي ان اي، انما الاس دي اس ده في حاله البروتين. تمام، طيب احنا دلوقتي هنشرح البوليميريز تشين رياكشن اللي هو البي سي ار. احنا عارفين ان البي سي ار مش بس بيعمل ديتكشن لوجود الجين، لا ده هو هيعمل مالتيبليكيشن. يعني ايه؟ يعني بالعربي كده لو الجين موجود، التارجت جين موجود، هيحصل له مالتيبليكيشن وانا هتعرف عليه. تمام، طيب لو هو مش موجود، البرايمر اصلا مش هيمسك في الجين، فمش هيمسك فيه، فالبوليميريز مش هيشتغل، فمش هيحصل مالتيبليكيشن للجين، فمش هلاقي جين. تمام كده،
قال لي يبقى معنى كده ان انا علشان خاطر اعمل بي سي ار لازم يبقى عندي الدي ان ايه سامبل اللي هي بتحتوي على التارجت جين، لازم يبقى عندي البرايمر اللي هو هيمسك فيه التارجت جين، لازم يبقى عندي التاج بوليمريز، هنشوف حكايته دلوقتي اللي هو البوليمريز عشان يشتغل على البرايمر ويبتدي يعمل الونجيشن، لازم يبقى عندي نيوكليوتايد اللي هو هيجيبها عشان يكون ايه السلسلة بتاعته، لازم يبقى عندي بفر، ولازم يبقى عندي ده كله موجودين في التيوب اللي انا هدخلها جوه البي سي او. تمام، ايه فكره او ايه حكايه التاك بوليمريز دوت؟ قال لي ان انا عندي لو انا اول خطوه بعملها ان انا بعمل ديناتوريشن، ديناتوريشن يعني ان انا بفصل الشريطين عن بعض، ده بيتم عند درجه حراره عاليه اللي هي ممكن توصل ل 95 او 94، ده علشان يحصل ان الديناتوريشن دوت والمفروض البوليمريز هو قاعد يدنه مستحمل درجات الحراره العاليه دي، لو انا فصلت البوليمريز بتاع النبات او بتاع الانسان مش هيقدر ان هو يدنه موجود في درجات الحراره العاليه دي. فقال لك ان انا عندي في بكتيريا اسمها سيرماس اكواتيكاس، دي هي موجوده في اللي هي المستنقعات اللي هي فيها ميه بتقعد تغلي او في مناطق البراكين، قال لي دوت بتكون بتحتمل درجات حراره عاليه جدا ممكن توصل ل100، فهم جابوا منها التاج بوليمريز وسموها على اسمها. تمام كده، قال لي طيب يبقى انا عندي اصلا ايه هو السايكل، كل سايكل بتتكون من ايه في البي سي ار؟ اول حاجه الديناتوريشن، ودي بفصل الشريطين عن بعض، بعد كده بعمل انيلينج، ودي عن طريق ان انا عندي بعد ما افصلها احط البرايمر هنا والبرايمر هنا وده يشتغل كده وده يشتغل كده، بعد كده بعمل اكستنشن ان انا بكمل ايه ان البوليمريز يقف على البرايمر ويبتدي يكمل الشريط ويكمل الشريط. تمام، يبقى هي دي كل سايكل بتتكون من كده. تمام كده، قال لي طيب انا عندي يبقى هو دوت كده خلاص اللي هو السايكل اللي احنا عارفينها. تمام، يبقى تعالوا ما نشوف الفيديو وبعدين نشوف الكلام. تمام، بيقول لك ان هو عمليه البي سي ار دي عباره عن تكنيك بتعمل مالتيبليكيشن وان هي تتعرف على الدي ان اي. تمام كده، قال لي ان انا عندي دلوقتي ده السامبل اللي انا هاخد منها الدي ان اي وليكن البونز بتاع حد ميت او كده، ودوت الدي ان اي اللي هو قدامي اللي انا طلعته. تمام، ده بيبقى فيه التارجت جين اللي هو باللون الاخضر وبقيه الدي ان اي موجوده باللون الاحمر، بحطها في البي سي ار، البي سي ار بيعمل مالتيبليكيشن للتارجت جين اللي هو باللون الاخضر ده، ومن خلال التارجت جين ممكن اعرف الجينيتكس بتاع اي حاجه بقى اللي هي بتاعتها دي. تمام كده، قال لي طب ده بيحصل ازاي؟ قال لي ايه اللي بحطه في البي سي ار؟ بحط فيه تيوبه صغننه خالص. طب التيوبه دي المفروض بتحتوي على ايه؟ قال لك التيوبه ده بتحتوي على الدي ان اي اللي هي بتحتوي من جواها على التارجت دي ان اي، بيبقى فيها برايمر وبيبقى فيها نيوكليو تايب وبوليمريز. تمام، نخلي بالنا من حاجه، هو احنا اصلا تعالوا بس عم نيجي هنا كده، ده كله بيتحط جوه اللي هو الجهاز اهو. تمام، هيبتدي بقى ايه خلاص عباره عن الدي ان اي بتاعنا اهوت، وده جوه التارجت جين. تمام، قلنا اول حاجه اول سايكل بيحصل ديناتوريشن، تمام، عند 95 درجه سيليزيوس، قلنا ديناتوريشن انه هيتفصل الشريطين عن بعض. تمام، قبل ما نبدا بقى دلوقتي، انت عندك الشريطين عن بعض بينفصلوا واللون الاخضر ده اللي هو التارجت ايه جين. انا بحضر البرايمر ازاي؟ قال لي البرايمر ده بيتحضر عن طريق ان هو انت يعني بتجهز كومبلمنتري ستراند، الاول جزء في الجين بتاعك وفي اخر جزء في الجين بتاعك، يبقى الاول والاخير. ليه؟ عشان البرايمر، وتروح للشركه تقول له اعملي له برايمر زي ده، فهي تعمل لك البرايمر اللي هيقف هنا والبرايمر اللي هيقف هنا. تمام، وده اهو ده دي ان اي بوليمريز اللي هو واقف بيتفرج. تمام، ده البرايمر هيجي اهو هيقف هنا وهيقف هنا، يبقى البرايمر بيقف امتى؟ في السايكل اللي هي الانيلينج اللي هي بتتم عند 55 ل 65، خلاص حصل انيلينج
يبتدي البوليمريز يقف الاكستنشن بقى يقف هنا ويقف هنا ويبتدي ياخد النيوكليوتايد ويعمل الونجيشن. في نهاية السايكل بقى عندي 2 دي ان ايه، هو عندي السايكل اهو بقى عندي 2 شريطين اللي هو 2 دي ان ايه، تمام 2 ان يعني، تمام. بعد كده يبتدي يحصل سايكل تانية دي ناتوريشن، بعد كده انيلينج، بعد كده البوليمريز يقف عنده يحصل اكستنشن وهكذا. في نهاية السايكل التانية هيبقى عندي 4N. اهو بقى عندي 4N، تمام. يبتدي بعديها السايكل التالتة هيجي هنا يحط البرايمر والبوليمريز يشتغل. في نهاية السايكل التالتة بقى عندي ايه 8. يبقى العدد هيقعد يزيد اكسبوننشال كده، بس هنلاحظ ان الاخضر دلوقتي بقى ايه ابتدى يكون ايه اخضر كتير، تمام، اللي هو التارجت جين بتاعي. ويبتدي بقى العدد في تزايد مستمر اللي هو اكسبوننشال كده هيزيد. فانا من خلال بقى الدي ان ايه دوت لو حصل هي ايه هيبقى تمام. طيب انا بعرف ازاي هل التارجت جين موجود ولا لا؟ قال لي بعرف ازاي التارجت جين موجود ولا لا؟ قال لك سهله، ما هو انت لو مش عندك التارجت جين دوت البرايمر مش هيشتغل، فبالتالي البرايمر مش هيشتغل، فبالتالي البوليمريز مش هيروح، فبالتالي مش هيحصل الونجيشن للموضوع، فبالتالي مش هيحصل مالتيبليكيشن اساسا للدي ان اي، تمام. فانا هبص على كميه الدي ان اي كترت في العدد هيام، تمام. طيب بيقول لك بقى انت مش عندك مثلا، ممكن بمحط الصدفه كده ان انت يبقى عندك البرايمر ده يبقى كومبلمنتري للجين، لاي جين موجود على الدي ان اي بتاع النبات دوت. قال لك اه وارد، بس اكيد يعني الصدفه مش هتبقى 100% ويكون بنفس السايز. فانا بشوف الدي ان اي دوت بعمله بشوفه مثلا على جيل او كده، واشوف البند بتاعته والسايز بتاع البند ديت قد ايه. والله لو البند ديت نفس السايز بقول والله ده هو الدي ان اي موجود، لو لقيت فيه بند ولقيتها مش نفس السايز بقول الدي ان اي مش موجود، تمام كده. يبقى تعالوا ما نشوف البي سي ار. قال لك ان انا بستخدم البي سي ار ليه بعض الادفانتج اكتر من السازرن بلوت، تمام، which is labor intensive and difficult to perform. يبقى قال لي ان هو ان التاني السازرن بلوت دوت بيكون ايه labor intensive and difficult، مش تقدر تستخدمه بسهوله على لارج سكيل، تمام كده. قال لي ان انا بستخدم البي سي ار عشان اقدر اعمل ديتكشن للفورين دي ان اي اللي انا حطيته، تمام، وده بسرعه وبكل سهوله حتى في وجود كميه قليله من الدي ان اي، لان هو بس مش بيشوف الدي ان اي موجود ولا لا، ده هو بيعمل مالتيبليكيشن ليه كمان، تمام. قال لي البي سي ار عباره عن ميثود اوف امبليفيكيشن، بيزود العدد اند موديفيكيشن للتارجت دي ان اي عن طريق الايه التو نون سيكونس اللي هما البرايمر، تمام. عندي ان هو في بوزيتيف ونيجاتيف ستراند اللي هو هنا وهنا، بجيب برايمر لكل واحد فيهم، تمام كده. قال لي اللي هو الفيرورد اند الريورد. بعد كده عندي كل سايكل بقى في عندي الدي ناتوريشن ودي بيفصل التو ستراند عن بعضهم، عندي الانيلينج ودول اللي هما بيحط فيها البرايمر، والالونجيشن اللي هو بيمسك فيها البوليمريز ويبتدي ايه يشتغل ويطول الحلقة، تمام. كل سايكل بتاعتها كل سايكل واحدة بتطلع لي كوبيز من الايه من الدي ان ايه. قلنا في اول سايكل بتطلع 2، في التاني سايكل بتطلع 4، تالت سايكل بتطلع 8، فبالتالي ايه بيحصل اكسبوننشال زيادة اكسبوننشال كده. قال لي the reaction condition، الكونديشن بتاعتي لازم يبقى عندي ايه، طبعا لازم يبقى عندي التمبلت كونسنتريشن هو يقصد بيها الدي ان ايه، ممكن يبقى عندي الانيلينج تمبريتشر، التمبريتشر بتاع الانيلينج اند اكستنشن ديوريشن وير اوبتمايز، ببتدي اظبط الحاجات دي، تمام. طيب قال لك بقى تعالى ما نشوف الجدول دوت. قال لك انت عندك بص على اول ستيب، لان الدكتوره ركزت على الموضوع دوت، اول ستيب واخر ستيب بتتكرر مره واحده. اول ستيب ده بيعمل انفولدنج الدي ان ايه، اصلا لما انا ببقى جايباه الدي ان ايه لما انا ببقى جايباه بيكون حصل له فولدنج على بعض، بيكون لازق في بعضه كده، فبحتاج ان انا اسخنه لمده 5 دقايق عند 94 عشان يبتدي يفك عن بعضه شويه،
تمام. بعد كده عند 94 لمدة 30 ثانية بيعمل denaturation. بعد كده في annealing لمدة 30 ثانية. بس عملية الاكستنشن دي 1.5 مينت بس، دي بتختلف من سايكل للتانية على حسب التارجت دي ان ايه اللي انت عايزه قد ايه. والله لو هو الدي ان ايه كبير هياخد وقت طويل قوي عشان يصنعه، لو هو قصير هياخد وقت قليل. في اخر خطوة بقى برضو بنعمل 72 درجة سيليزيوس لمدة 5 مينت هي كمان. ليه؟ علشان اسمح ان يحصل فولدينج، تمام. ودي بتتم في اخر سايكل بس. يبقى اول خطوه اللي هي الانفولدنج دي بتتم في اول سايكل بس، 72 درجه سيليزيوس بتتم في اخر سايكل بس، تمام. ده كده بالنسبه للبي سي ار. تاني جهاز بقى ان انا بعمل بيه كونفرميشن اللي هو الساذرن بلوت هايبريدايزيشن. قال لي ازاي؟ قال لي يعني ايه اصلا الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ قال لك ان ده سهله خالص، ان انا بجيب الدي ان ايه بتاعي، تمام، وابتدي اعمل له فراجمنتيشن، احط له حاجه تعمل له فراجمنتيشن تكسره، تمام، زي النيوكلييسس كده اللي انا بعملها عشان تكسر الايه الدي ان ايه. خلاص انا كسرت الدي ان ايه وخلاص بقى على هيئه فراجمنت عادي، تمام. ببتدي ايه انقله على الجل واعمل له الكتروفوريسيس زي ما احنا عارفين خالص، زي اول فيديوهين احنا عرضناهم النهارده، تمام. خلاص عملت له جل الكتروفوريسيس، بحط له حاجه الكالاي زي الصوديوم هيدروكسيد عشان يعمل دي ناتوريشن للايه للدبل ستراند. يبقى عندي سنجل ستراند بس، بشتغل على السندر اللي هو السنجل ستراند واعمل له كوبينج على شيت اوف بيبر. البيبر دي ممكن تبقى نايلون او ممكن تبقى نايترو اللي هو النايترو سيلولوز. طيب انا نقلتها او نقلت الرسمه بتاعته على اللي هو البيبر دي، ببتدي اعمل لها فيكسيشن يعني بحيث ان هي تلزق قوي وما تخرجش لو عملت لها ووش. فابتدي ادخلها جوه جهاز اليو في او اعمل لها هيتنج عشان خاطر تلزق خالص. خلاص لزقت، ابتدي بقى ايه اعمل حاجه اسمها بروب. يعني ايه بروب؟ قال لي يعني انا هعمل هايبريدايزيشن. يعني ايه برضو؟ يعني انا هعمل تهجين. يعني ايه؟ يعني انا اصلا هبقى عامل بروب. يعني ايه بروب؟ يعني انا بعمل كومبلمنتري ستراند للستراند بتاعي، تمام. يبقى انا بعمل، يبقى انا اول حاجه عندي اهوت عملت له ريستريكشن اندونيوكليزس عشان تعمل له دايجيشن وتكسره، عملت له الكتروفوريسيس، تمام. وقلنا بعد الالكتروفوريسيس دهيت هبتدي اعمل له ان او اتش قبل ما اعمل ترانسفير، تمام. خلاص عملت بالان او اتش وي قلنا عملت بقى سنجل ستراند، ابتديت انقله بقى على اللي هو البيبر اللي هو النيتروسلولوز او كده. خلاص نقلتها، نبتدي نعمل لها ايه فيكسيشن في اللي هو عملت لها فيكسيشن عند الطريق اليو في. اللي بعده بقى قال لي بضيف لها بروب اللي هو كومبلمنتري ستراند للستراند اللي عندك، بس بيكون ليبلد. يعني ايه ليبلد؟ قال لي يعني ان هو بيحتوي على راديو اكتيف ماتيريال، بتبقى يعني الماده دي بتبقى اللي هو الكومبلمنتري ستراند بيبقى من الراديو اكتيف ماتيريال، تمام. فيبتدي يلزق بقى في الستراند اللي هو عندك دوت. بعدين يتبقى فيه حاجات زياده، اهو عندك البروب الزياده ده، تمام. هتبتدي تعمل ووش عشان تتخلص من الحاجات الزياده دي، تمام. خلاص عملت ووشنج وتخلصت من الزياده دي، هتعمل ايه؟ هتبتدي تاخد بقى اللي هو النظائر المشعه دي، هتبتدي تعمل لها اكس راي. اللي بينتج عن الاكس راي المكان اللي فيه منطقه مشعه يبتدي يتحرق، تمام، فيعمل اسمرار اسود كده، تمام كده. يبقى ايه هي الخطوات اللي انا هعملها؟ اول حاجه بعمل ريستريكشن انتو نيوكليسيس اللي هو الدايجيشن، ببتدي اكسرها للفراجمنت. بعدين ابتدي احط اعمل لها الكتروفوريسيس، تمام. بعد كده ابتدي اعمل لها ان اي او اتش، تمام، عشان تبقى وان ستراند. بعد كده انقلها على النيترو سيلولوز. بعد كده احط لها البروب اللي هو بيبقى كومبلمنتري ليه بس بيحتوي على نظائر مشعه، هيبقى عندي من البروب حاجات زياده. هبتدي اعمل لها ووش. خلاص انا عملت لها ووش، بقى مناطق كده فيها النظائر المشعه دي، يبتدي اعملها بالاكس راي، تبتدي تعمل الاسمرار ده. دلوقتي انا اتاكدت ان هو فعلا ايه حصل، كان فيه دي ان ايه. ما هو لو ما كانش فيه دي ان ايه البروب ما كانش هيلزق، تمام، فبالتالي ما كانش هيحصل المناطق اللي اتحرقت دي، تمام كده. طيب تعالوا نشوف الفيديو وبعدين نشوف الكلام المكتوب. ده كده السذرن بلوت. طب لو هو
دوت ال ده ال DNA، عينة ال DNA بتاعتنا اهيت، ابتدت تحطها على الجيل في الويلز بتاعتها. الجيل هنا كبير شوية، تمام، هو شفاف انت مش شايفه اصلا، بس هو الحجم ده كله، تمام. حط العينة وابتدى يشغل جهاز يوصله بالكهرباء، ده شكل تاني لجهاز الالكتروفوريسيس. خلاص عمل بالكهرباء وابتدى يشيله، هيشيل دلوقتي الجل اهوت، تمام، وابتدى يحطه في البفر، وابتدى يحط اللي هو الالكالاي، سواء كانت الصوديوم هيدروكسيد والصوديوم كلورايد، عشان يبتدي يحصل دي ناتوريشن، يعني يفصل التو ستراند عن بعض، تمام. خلاص، ويبتدي يحركها في الجهاز اللي هو فيها دوت، يبتدي يحرك، تمام. بعد ما يحركها هبتدي يضيف نيوتراليز سوليوشن، بحيث يعمل ايه، نيوتراليزيشن للالكالاي اللي احنا ضفناه دي، تمام. بعدين يبتدي يحرك عشان يتاكد ان كل الدي ان ايه حصل له نيوتراليزيشن، تمام. يبقى احنا دلوقتي عملنا جيل الكتروفوريتس، ضفنا ال ان اي او اتش عشان تدينا سنجل ستراند. بعد كده هنعمل ترانسفير بقى، اللي هي عاملة ايه، اول حاجه ده تبقى تشيت اوف بيبر، دي بيبر عاديه خالص، فلتر بيبر، وابتدت تحط عليها بفر، لان انا محتاجه في الشغل بتاعي يبقى هو ما يبقاش درايد، لا يبقى هو مبلول شويه. فهي عمالة دلوقتي تضيف، برضو ده عبارة عن فلتر بيبر. دلوقتي بقى ديت اللي هي الجيل بتاعنا اللي احنا اصلا عايزين نحط عليه اللي هو النيترو سلولوز عشان تطبع عليه، تمام. ده اللي هو خلاص دوت الجيل، وده هي النيترو سلولوز، تمام، عشان عايزين الرسمة دي تطبع على الرسمة دي، تمام. احنا قلنا ان الميديا بتاعتي لازم تبقى ايه، فيها ويت شوية. هتبتدي بقى تحط فلتر بيبر، تحط مناديل، تحط اي حاجة، تقوم متقلة، بس هي بتعمل كده بالبتاع كده عشان ايه، تشيل اي اير بابلز، تمام. طب هي ليه حطت الورق الاسترتش او الاسترتش دوت اللي هو اللزق دوت؟ قالك عشان خاطر تمنع اي هايدريشن، او ان هو يحصل دي هايدريشن او الحاجة تتبخر، لا انا عايزة رطوب، تمام. هتبتدي تضيف مناديل، تضيف اي حاجة تقل بيها الموضوع، تمام، وسيبها لمدة ايه، ليلة كاملة. بعدين ترجع ثبتها ايه اهو اوفر نايت، بعدين رجعت هتشيل الحاجات دي تاني، هيتبقى دوت يعني خلاص الرسمة الموجودة على الجل اللي بقت موجودة على الفلتر بيبر، يبقى بقت موجودة على النيترو سيلولوز. اهي دلوقتي دي ورقة النيترو سيلولوز اللي هو اتنقل ليها، تمام، حطتها في جهاز اليو في عشان يحصل فيكسيشن. طلعته من اليو في اهوت، هتحطه برضو في بافر وتقعد تعمل شيكينج. دلوقتي بقى اهو تحط مع البافر وهتقعد تعملها في الجهاز، في جهاز مخصوص كده ليه بيعمل شيكينج ليه، ده النيترو سيلولوز ان انا نقلت عليها الرسمة. اهو الجهاز اللي بيعمل تشيكينج جوه اهي، اهو بيقعد يحرك كل شويه الايه، البفر مع النيترو سيلولوز، تمام، وبتصب البفر تاني في الحوض، بترميه في الحوض او بتعمله ديكانتيشن، تقعد تضيف تاني بفر. تعمل نفس الفكرة. دلوقتي بقى بتحط اللي هو البروب اللي هو بيكون ايه، في نظير مشع، حتى تلاقي هي قافلة عليه جدا، مش سايباه كده عشان ما يحصلش تلوث بالنظير المشع، تلاقي حاطة في منطقة محددة كده تقوم حاطة فيها، تمام، وتدخله جوه الجهاز.
برضو يقعد يتقلب كده. بعدين شايفة بتعمله ديكانتيشن مش في الحوض بقى، لا ده في مكان مخصص ليه من النظائر المشعة. بعدين هتعمله ووشنج بقى ببفر تاني او بأي حاجة تانية، تعمل ووشنج. وتقعد برضو تقلبها كده، يبقى هي كده ايه خلاص عملت ووشنج عشان تتخلص من اي بروك زيادة. تمام، تقعد تعمل ووشنج 3 مرات عشان تتأكد ان هي اتخلصت من اي بروك زيادة. تمام خلاص بقى هتشيل اللي هو النيترو سيلولوز دوت، وهتبتدي تعمل لها اكس راي. اهو ده جهاز الاكس راي، المفروض ان هو لونه ابيض. تمام لو ظهر بقى خطوط سودا هنا كده اتحرقت، يبقى ده بسبب النظائر المشعه. تمام كده يبقى هو كده ايه سذرن بلوت. انا بتهيألي المفروض الكل يكون فهمه كده. تمام تعالوا ما نشوف اللي احنا كاتبينه بقى. سذرن بلوت الميثود دي انا بستخدمها عشان اعمل ديتكشن للدي ان اي. تمام يبقى نوت البروتين هنا الدي ان اي. تمام قال لي ان انا عندي الدي ان اي بيحصل له دايجيشن الاول عن طريق الريستريكشن اندونيوكليزيس. تمام بعد كده بيحصل له سيباريشن عن طريق الالكتروفوريسيس. تمام بعد كده يحصل له ديناتوريشن، يدينا وان ستراند او سنجل ستراند عن طريق سترونج الكالاي اللي هو الان او اتش او الان اي سي اي. تمام بعد كده ابتدي انقلها على سبورت تاني زي النيتروسيلولوز او النايلون بيبر او النايلون ممبرين. تمام الدي ان اي بيحصل له فيكسيشن على النايلون او النيتروسيلولوز عن طريق اما اليو في او عن طريق الحراره. تمام بعد كده عندي الاموبلايز خلاص بقى، طالما انا عندي الدي ان اي ابتدى مثبت خلاص على اللي هو النيتروسيلولوز يبقى اسمه اموبلايز. يبقى الاموبلايز دي ان اي ده هو بيبتدي يحصل له هايبريدايزيشن عن طريق ايه، عن طريق البروب اللي هي اسمها ايه سنجل ستراندد ليبلد ان سوليوشن. تمام خلاص عملت هايبريدايزيشن، هيبتدي يحصل ووش عشان اشيل اي ايه نون باوند بروب. تمام ويبقى عندنا الليبل بانتس ديت، هيبتدي يحصل لها فيجواليزيشن عن طريق الاكس راي يدينا حاجات ايه محروقه كده. تمام طيب عندنا بقى الويسترن بلوت ديت، بس عامه الطريقه اللي هي السذرن بلوت دي ما بتستخدمش كتير او لا يسمح باستخدامها في اي مكان كده بسبب ان النظائر المشعه دي بتبقى ممكن تبقى كارسينوجينيك. تمام بعد كده عندنا الويسترن بلوت بقى، قال لي الويسترن بلوت دوت شبه شويه السذرن بلوت بس في اختلاف. اول حاجه انا عندي بعمل يعني انا بعمل ديتكشن للبروتين نوت الدي ان اي، فبالتالي انا في دماغي عارف ان انا هستخدم البولي اكريلاميد جيل. تمام كمان في دماغي ان انا هستخدم الديترجنت اللي هو الاس دي اس نوت اللي هو السي تي اي بي دوت. يبقى انا دلوقتي بستخدم الديترجنت بتاعتي اللي هو الاس دي اس. تمام وبستخدم البولي اكريلاميد جيل. تمام كده المعلومات دي مهمه جدا. تمام دكتوره ركزت عليها. طب ايه الاختلاف هنا بقى؟ قال لي ان انا هنا الطريقه مختلفه شويه، هناك كنت بعرف ان الدي ان اي موجود ولا لا عن طريق النظائر المشعه، لا هنا بقى هنعرفه عن طريق ان انا اضيف برايمري انتي بودي. بعد ده بيبقى سبيسيفيك للبروتين لان اي بروتين انا ممكن اعتبره ان هو انتيجين فاصمم ليه انتي بودي، فانا عارف التارجت دي ان اي التارجت بروتين اللي انا عايز ادور عليه. تمام هيكون انا بعد كده عارف ان هو ان هو الاستراكشر بتاعه ايه، ابتدي اعمل له سبيسيفيك انتي بودي ليه فاسمه برايمري انتي بودي. تمام بعد كده البرايمري انتي بودي يمسك فيه اضيف ليه سكندري انتي بودي يمسك في البرايمري انتي بودي. تمام بعد كده اضيف سبستريت، السبستريت هتمسك فيهم هما الثلاثه يدينا لون. والله لو ظهر لون يبقى البروتين موجود، ومعنى ان البروتين موجود يعني الدي ان اي كان موجود وحصل له اكسبريشن وادانا البروتين ده. ما الكلر ما ظهرش يبتدي يقول لا والله ايه ده هو ما كانش موجود. تمام تعالوا ما نشوف الفيديو وبعدين نقرا الكلام تاني. بيقول لك دي الادوات اللي In احنا this video, بنستخدمها. you will learn how to perform. دي البافر اللي هما يستخدموا.
تمام، وده كده البولي اكريلاميد جيل، بس هو ماسك في غطا او كده، هو اصلا رفيع جدا زي ما قلنا، تمام، فيبتدي يفصلها بالراحه كده وهيطلع البولي اكريلاميد جيل اللي احنا اصلا حاطين عليه العينه اهو. تمام، اهي فصلها رفيعة خالص، ابتدى يحطها في البافر. ودي عبارة عن حاجات كده اسفنجات او كده، بحيث ان هي يعني ايه تخلي الوسط شوية ويت، يعني ما يبقاش درايد. تمام، قال لي بقى ان البتاع دي حلوه في ايه بقى، ان انا مش انا عندي نفس الفكره، انا دلوقتي عندي هناك كنت بعمل ايه، كنت بجيب الجل واعمله الكتروفوريسيس بعدين انقله على سيلولوز بيبر، صح كده، النيترو سيلولوز. هنا بقى هعمل الحاجتين في نفس الوقت، هحط الجل واحط عليه النيترو سيلولوز واضغطهم مع بعض في الجهاز ده واقوم حاطاه جوه ومشغله الكهرباء، فيحصل ايه، الاتنين يطبعوا مع بعض وفي نفس الوقت تمر الكهرباء، يحصل الكتروفوريسيس في نفس الوقت. تمام، ده كده عبارة عن ايه، فلتر بيبرز، ودي كده برضو فلتر بيبر. اهو ابتدى ينقل البولي اكريلاميد جيل، اهو ده البولي اكريلاميد جيل ومحافظ على الرطوبة اهي، وده النيترو سلولوز. هيبتدي بقى يشيل النيترو سلولوز ده اهي ويحط الورق الرفيعة خالص ده عليها، تمام، بحيث ان العجل يطبع على النيترو سلولوز، بس انا اهو لازم احافظ على الرطوبة. تمام، حطيت النيترو سلولوز فوق الجيل اهوت، وابتدي ايه احط فلتر بيبر فوقيها، او بعمل الحاجة بشكل النشابة ديت عشان خاطر ايه اشيل اي اير بابلز. تمام، احط فلتر بيبرز واقعد ايه اللي هو ايه اضغط عليهم جامد عشان يلزقوا في بعض ويعملوا والصورة تتنقل. تمام، وخلاص بقى هقفل عليهم، بحيث كده ايه انا ضمنت ان هو جامد على بعضه خلاص اهو، هدخله جوه الايه الالكتروفوريسيس. ده جهاز الالكتروفوريسيس، ده شكل تالت اهو، حط جهاز الجيل الكتروفوريسيس ويحط تلج عشان يحافظ على الحاجة ما تتكسرش، وده بفر اللي عمال يضيفه ده، وابتدى يظبط الالكتروفوريسيس على الفولت اللي هو عايزه. يبتدي يحصل ايه، الالكتروفوريسيس يتم، وبعدين بعديها يتنقل الصورة اللي على الجل يتنقل للايه للنيترو سلولوز. بيشيل الفلتر بيبر اللي هو ضافها، اهو ده كده النيترو سيلولوز اهي، اتنقل عليها اللي كان موجود على الايه على الجل. تمام، وبيقول لك ان هو موجود على الناحيتين، يعني هو فعلا حصل له فيكسيشن جامد، ان هو لدرجه ان هو دخل جوه الايه اللي هو الذرات بتاعه الورقه، تمام، لزق فيها خالص. تمام، بعد كده ينقلها بقى للبفر، نعمل تشيكينج، المفروض ان هو ضاف البرايمري انتي بودي، نعمل ديكانتيشن،
ده ال primary antibody. هنا بيظبط الحركة بتاع العملية اللي تشيك. المفروض ال secondary antibody نعمل decantation. المفروض هو أضاف ال primary وال secondary وتقريبا بيعملوش. هو بيعمل وش بعد البرايمري ولسه هيضيف السكندري تقريبا. يعني هو ضاف البرايمري دلوقتي اللي هو كان لونه ابيض ده، بعدين دلوقتي بيضيف سترايل ووتر، وبعدين عشان يعمل ووشنج، بعدين دلوقتي ده بيضيف السكندري انتي بودي اللي هو الابيض التاني. بعدين هيعمل ديكانتيشن، يرمي السكندري انتي بودي ويعمل ووش تاني برضه اللي هو 3 مرات ووش ووش عشان يتخلص من اي secondary انتي بودي زيادة اللي هو unbound، يعني مش ماسكة في التانيين. تمام، بعدين يعمل ووش تاني كده، برضه بيعمل ووش تاني، عمال يعمل ووش. ده بقى اللي هو substrate. يبقى انا دلوقتي ضفت الانتي بودي البرايمري، عملت ووش، بعدين ضفت السكندري انتي بودي، بعدين عملت ووش، بعدين ايه ضفت السبستريت. اهو ابتدى يظهر لي اهو على هيئة ايه، الوان اهو. تمام، طبعا ده بيبقى عندي ده اللادر. تمام، يعني ايه لادر عشان احنا ما جبناش سيرتها في البتاع. اللادر ده اللي هو بيبقى عندي الجل، ببتدي احط له حاجه اسمها لادر، حاجه زي ستاندر كده، دي انا بضيفها علشان ايه، سايز معين بيبقى من السايز مثلا من 100 لحد 1000. تمام، انا ظهر لي البند بقى قصاد مثلا 900، فبقول ان السايز بتاع البند بتاعتي 900، يعني بتتكون من 900 بيس بير، هل هي مطابقه للتارجت جين ولا لا. لو مطابقه بقول يعني التارجت جين فعلا ايه موجود، لو مش مطابقه بقول لا التارجت جين مش موجود. تمام، ودوت السبستريت عمل لون اهوت، وعمل ايه قصاد الايه، قصاد اللادر، ابتدي اعرف السايز بتاعه عن طريق اللادر ده. تمام، نروح بقى نشوف الجزء. قلنا اول حاجه ان هو بيستخدم للبروتين، وبنستخدم الديترجنت بيكون الاس دي اس. قلنا ان هو بيستخدم البولي اكريلاميد جيل. تمام، قلنا ان هنا ان البروتين بيحصل له اول حاجه ان الاس دي اس دوت اللي هو البفر بتاعتي بيحصل لها سيبريتد اون ذا بيسز اوف المولوكولار ويت، يعني بيحصل لها سيبريشن اكوردنج تو المولوكولار ويت، يعني على الشكل اللي احنا شفناه كده. تمام، قال لي ان البروتين ده بيحصل له ترانسفير انتو الجل. تمام، بعد كده الفلتر ده بيحصل له اكسبوز. طبعا الفلتر ده اللي هو يقصد بيه النيتروسلولوز، بيتعرض للانتي بوديز اول حاجه البرايمري انتي بوديز، بعدين السكندري انتي بوديز، بعدين في الاخر بعرضه للسبستريت اللي هو عشان يعمل لي كالوريمتريك ايه رياكشن. كده محاضره النهارده تكون خلصت، واتمنى تكون ايه استفدتوا وتكون فهمتوا النهارده، وان شاء الله المحاضره تبقى سهله جدا، بس انتوا ركزوا في الفيديوهات. يلا، سلام عليكم.